إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا مِن بَعْدِ ذَلِكَ وَأَصْلَحُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَّحِيمٌ. والذين يرمون المحصنات، وما دام كلمه يرمي ويرمي محصنه يبقى معناها رماها بما ينافي الايه؟ الاحصان، رماها بالايه؟ يبقى رماها بالذنب. ثم لم ياتوا باربعه شهداء فاجلدوهم 80 جلده، هذه عند اول عقوبه، ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا. شوف سقوط الاعتبار بقى، شوف لما واحد يعرف ان العمل العمليه دي يبقى ساقط الاعتبار وساقط الكرامه، ولا يقام له وزن في المجتمع. شوف يبقى كل واحد يلزم ادبه ويلزم ايه؟ حده. واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. الا الذين تابوا دي استثناء من الفسق ولا استثناء من لا تقبل لهم شهاده؟ هذا خلاف الايه؟ العلماء. ولا تقبل لهم شهاده الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور ايه؟ غفور رحيم. وقلنا ان شرعية التوبة منة وكرم من الحق، لان لو ربنا ما شرعش التوبة كان اللي يقع في معصية مرة ولا يقبلش منه توبة، يبقى معناها ايه بقى؟ يعمل معاصي كتير. يبقى حين يشرع الله التوبة بيحمي المجتمع من الفاقدين. الفاقدين اللي يقول لك ما دام يا عم خلصت انتهت المسألة ناخد حظنا بقى ونروح، يقول لك لا، يبقى شرع التوبة كرم وقبولها كرم. ولذلك هناك القرآن يقول لك ايه؟ فتاب عليهم لإيه؟ يقول لك بقى تاب عليهم ليتوبوا. يبقى هم يتوبوا عشان يتوبوا عليهم، يقولوا لا، إذا تاب عليهم أي شرع التوبة لهم. لإيه؟ ليتوبوا. وبعدين ايه ربنا يقبلها. في ثلاث حاجات. ولا تقبلوا لهم شهاده ابدا واولئك هم الفاسقون. وشوف قال لك لانه يكذب في حاجه مثلا كده، ما يكذب على عرض مساله صعبه قوي. الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا فان الله غفور رحيم. كلمه واصلحوا تدل على ان من وقعت منه سيئة لازم يتبعها بحسنات، وأتبع السيئة الحسنة إيه؟ طبعها. ولذلك تجد الناس اللي بيبقى مشرفين على نفسهم في ناحية، تجدهم لما يكبروا بقى ويحبوا يتوبوا مشرفين على فعل الخير ومشرفين على فعل الطاعة، إنما اللي ما عملش سيئة ده يبقى إيه؟ يبقى يعني بارد من الحته دي، انا ساكت. انما دوك يقول لك اعمل عشان ربنا، ابن جامع، اعمل مش عارف ايه، اعمل ايه عشان ربنا ايه؟ يقوم اكن ربنا بيقول ايه؟ يا عباد لا ياخذ واحد مني اختلاس حكم الا واطفح الدم في حسنات. اتخذت مني حكم كده طب تعالى بقى. يوم السيئه اللي عملها دي تقعد ايه؟ تطرده. ولما تطرد يقول لك اعمل ده عشان ربنا يقبلك، اعمل ده عشان ربنا. واخد حاجه واحده ربنا ياخد منه ايه؟ حاجات. ولذلك ان الله لا ينصر هذا الدين بالرجل الفاجر. نعم. ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون إلا الذين تابوا من بعد ذلك وأصلحوا، يعني أتبعوا العملية. يقول لك ده بقى راجل طيب يا شيخ، ده ما عادش بيقطع من المد، ده إيده ممدودة على الفقراء، ده بيرحم مش عارف. يقول له ننساله بقى الإيه؟ ننساله الحكاية دي. والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين.
والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب حكيم والذين يرمون أزواجهم طب رمت الأجنبية وحصل منك اللي حصل ده وحصل كذا واتعاقبت بكذا تقوم تيجي ترمي زوجتك طب زوجتك دي مش يمكن تكون مخلفة منك ولا مخلفة من غيرك ما ذنب أولادها حين ترميها أنت أم قال لك خليك مؤدب ولا ترميش زوجتك كذا بالله إن كنت هترميها بقى هنعمل لك كلام تاني خالص والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ولذلك عاصم وهلال بن أمية راحوا للنبي قال يا رسول الله أنا شفت فلان الفلاني على بطن زوجتي إن تركته لآتي بأربعة شهداء يقضي حاجته من أهلين يخرج وإن أسألته أبقى اعتمدت عليه فحللنا اللغز ده بقى يقول لك الله يترك لأقضية الكون حاجة التشريع مش ينزل التشريع كده مرة واحدة لا يترك في الأحداث شيء عشان لما ينزل الحكم يبقى نزل لصالحكم ذلك الحكم يمكن لو كان من الأول كده ما ينصادفش لا موقع الماء من زلزلة الايه الصاد لما واحد يجيب لك نزل ماء ساعة وانت مش عطشان ولا حاجة انما ساعة ما تبقى عطشان بقى وانترك بلا زوجينك يبقى لا كذلك ما فيش حكم وبعدين بنفتكر الى ايه؟ الى حكم لكن عايز الحكم السمع يوم يجي الحكم في الوقت ده يبقى ده اثبت ولا مش اثبت؟ اهو راح قال له وقال له يا رسول الله انا شفت فلان على بطن زوجتي انا انتركت واروح اجيب اربع شهود ضحكت ويخرج وانا عملت هيقول شهرت السيف سكت لان ادبا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فأنزل الله هذه الآية الآية اللي اسمها آية الملاعنة أو آية اللعان والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم لأن في حاجات الزوج يلاحظها وقد يضع يده عليها إنما ما يقدرش يجيب شهود إنما شاف يعني المسألة ما يقدرش يعمل إيه أما لك ربنا وضع حكم للإيه في الحالة دي والذين يرمون أزواجهم ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم ما هم كان في شهداء أربعة خلاص انتهت المسألة نعمل إيه نكرر نجيب الأربعات معاهم بقى فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين يقول له أنت عم ترمي دكتور بالله كذا قال لك يقول لك فرشها أربع شهادات أربعة أشهد الله أنني صادق فيما رميت به امرأتي ويشهد شهادة خمسة لعنة الله علي إن كنت كاذبا خلص تعال انت بقى هو بيدعي عليك كذا وكذا 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 اشهدي أربع شهادات قولي إنه لم أشهد الله أنه إيه كاذب والخامسة أن غضب الله علي إن كان من الصادقين يشهد أربع شهادات والشهادة الخمسة من هنا وأربع شهادات والشهادة الخمسة إن امتنعت هي يبقى ثبت عليها الزنا ومن حلفت تبقى ضرور الاثنين نعمل ايه نقول لها انت مش نافعين لبعض بقى مع السلامة ولا تحل لك ابدا تبقى اسمها الايه الملاعنة والذين يرمون ازواجهم
ولم يكن لهم شهداء إلا أنفسهم، فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، أي فيما رمى به زوجته. والخامسة يشهد شهادة خمسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، ويدرأ عنها العذاب، يدفع عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الإيه، هو حلف إنها لمن إنه لمن الصادقين، هي ترد وتقول إنه لمن الإيه، وهو قال لعنة الله عليه إن كنت كاذبا، وتقول غضب الله عليه إن كان إيه، إن كان إيه صادقا. ويدرأ عنها العذاب أن تشهد أربع شهادات بالله إنه لمن الكاذبين، والخامسة أن غضب الله عليها إن كان من الصادقين. هذا التشريع فضل من الله، لأنه أنهى المسائل على خير ما تنهى إيه، ما تنهى عليه، وده فضل من الله. وذلك يقول ولولا فضل الله عليكم ورحمته وأن الله تواب رحيم لاتضحتم، وأن الله تواب رحيم لاتضحتم. يبقى اللي حظمكم إيه، عصمكم فضل الله في تشريع الحكم المناسب لكل إيه، لكل حالة.